انت عارف انت قراءة المياتم والناس تبعد عن الميكروفون ويقرب والكلام ده، عندنا واحد امام بيصلي بالطريقة دي، هو واقف امام يقرب للميكروفون يجي في وقت معين يبعد ويرجع تاني بدماغه كقراءة المياتم كده. الصلاة صحيحة، وصلاة الامام صحيحة؟ ايوه صلاة صحيحة، بس هو يتخرج يعني يتحرك عمدا يعني. ايوه يتحرك عمدا، لكن الصلاة صحيحة. طبعا في فرق بين الكراهة والبطلان. طب وهي تختار تبقى في وضع كراهة؟ كراهة كراهة. بارك الله فيك يا مستر، شكرا، الله يسلمك.